مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر الاستاذ مصطفى كامل. اهلا بكم استاذ مصطفى. بدايه، تحالفا سائرون والفتح يتفقان على اكمال التشكيله الوزاريه، كيف ترى هذا الاتفاق؟ وهل تعتقد ان هناك بصمه ايرانيه بالموضوع؟ حييك وحيي مشاهديك الكرام. اهلا وسهلا. لا توجد فقط بصمه ايرانيه، ولكن توجد اذرع ايرانيه كامله هي من رتبت لهذا التفاهم بين الحليفين المتشاكسين أحيانا المتفقين أحيانا، هادي العامري ومقتدى الصدر. وبالتالي فكل ما يشاع عن إرادة عراقية في تشكيل الحكومات أو اتخاذ قرار باستقلالية كاملة أمر غير معقول وغير منطقي، وتكذبه كل تدحضه كل الوقائع وكل الحقائق. يعني عزة الشابندر النائب السابق قال إن اجتماع الصدر مع قاسم سليماني ساهم في إنهاء أزمة حقيبة الداخلية، هل تعتقد أن الأزمة قد انتهت فعلا؟ وفي أي سياق يتم مثل هذا الاتفاق؟ أولا يأتي هذا الاعتراف لتأكيد ما قلناه قبل قليل، ويأتي أيضا هذا الاتفاق ليعزز القناعة التي تتحدث عن التي تؤكد عدم وجود سيادة في العراق، وإنما القرار بالكامل خاضع لإيران، وبالتحديد في تعيين أو تحديد المسؤولين في المناصب الأمنية والعسكرية التي يعني تخضع بالكامل، يخضع قرارها بالكامل للإرادة الإيرانية والإرادة الميليشياوية. وإذا كان هناك اتفاق حقيقي بين أطراف عراقية يجب أن يجري في العراق، لا أن يجري بموجب تفاهمات قادها سليماني أو حسن نصر الله غيره. أستاذ مصطفى، إذا كان الموضوع بهذا الشكل يتم، فلماذا إذن نرى تأخيرا وتأجيلا بقضية حسم الحقائب السيادية، ونرى جدال ويعني هذه المسرحية التي نشاهد؟ إن كان القرار يتم إيرانيا، فلماذا لم يحسم منذ البداية؟ هذا لترك المجال للاعبين الصغار ليظهروا عضلاتهم أمام ناخبيهم المخدوعين، وبالتالي يؤكدون لهم أن هذا يعني يوجد هناك قرار لأصحاب الأمر في هذه التحالفات الميليشياوية. وإيران تجيد اللعب في كل هذه الملفات لأن لديها امتدادات في كل القوى السياسية العراقية المتحكمة بالعراق الآن، سواء كانت هذه القوى سنية أو شيعية أو كردية. وهذا الأمر يعني تؤكده حقائق السنوات 16 الماضية. الأنباء تؤكد إزاحة فالح الفياض وترضيته بمنصب جديد، هل المناصب في العراق الآن أصبحت تعطى من أجل ترضية هذا الطرف أو ذاك؟ وكيف أيضا نصف هذا السلوك؟ المناصب في العراق توزع حسب الحاجة الإيرانية وحسب حظوة هذه الميليشيا أو زعيم هذه العصابة أو تلك لدى ضابط الأمور الإيراني الذي يضبط إيقاع جميع هذه العصابات الطائفية والميليشيات الإرهابية. فعندما تم اختيار أو ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية وتم رفضه وفق مسرحية يعني جرى الاتفاق عليها خلال الأشهر الماضية، الآن يجري حديث أن وزارة الداخلية أن المرشح الجديد لوزارة الداخلية يمكن أن يجب أن يرشحه فالح الفياض نفسه. مسرحيات حقيقة يجب أن لا تنطلي على الشعب العراقي، وتحديدا على الناخبين الذين يعني يذهبون إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بدلوهم، وكأن في هذه في الانتخابات العراقية وكأن قرارهم أو أصواتهم هي من تحسم المناصب، وهي من تحسم البرامج الحكومية، وهي من تحسم التحالفات.
أعلم أن من يحسم كل هذه الأمور هو الذي يقود الأمور الدفة من طهران. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.